يطلقني. فريدة ما يبقاش ليها ضرة، فريدة هي وبس، وأنا فريدة وفريدة يعني اسمي على مسمى يا مروان، مش هتنازل عنك دي. ولو انت مطلقتش انا هخلع. تتجننتي؟ ايوه مجنونة. ما تعرفش جنان فريدة؟ انا حبيتك على فكرة ولسه. بس انا ما برضاش الوضع ده. انت حر تتجوز زي ما انت عايز يا رب عشرة، بس ما تكونش على ذمتك. ما تخافش، الواد ولدك وانت ابوه، وانا هقول له انك احسن راجل في الدنيا دي كلها، واني ما فيش احسن منك. بس وانا بعيدة يا مروان، بعيدة. وزي ما قلت لك خلص الكلام. سلام. كلهم كده، كلهم كده. آخر حاجة بيعيطوا دموع التماسيح دي. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. ايه يا بنتي انتوا، هي اتأخرتوا كده ليه؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. امال زينة فين؟ فوق فوق اوضتها. ازيك يا شهد؟ زفت والحمد لله. ما تتعدلي يا بنتي، انت لسانك متبري مني كده ليه؟ حقك عليا يا فوزية، ما تزعليش. امشي قدامي، امشي امشي. ما تزعليش يا اختي. تزعل ولا ما ازعلش؟ خلاص ما بقتش ازعل من حاجه. ايه يا زفت انت؟ انا مش قلت لك بالهداوه تتعاملي معاهم هنا بالهداوه؟ انت فاهمه ولا لا؟ وتنفذي كل اللي انا بقول لك عليه. يا ماما انا مش قادره ومش عايزه اقعد هنا ولا ثانيه واحده. بقول لك ايه؟ عايزاكي لما ينزل عمك الكلمتين اللي انا حفظتهم لك تقولهم له بالحرف الواحد. يا ماما انا حاسه ان انا مخنوقه مش طايقه، وبعدين انا جايه هنا بالعافيه. معلش يا حبيبتي استحملي شويه. لا يا ماما مش معلش، وبعدين انا اصلا مش موافقه على اللي بيحصل ده. يا ماما احنا كنا خلاص هنكسب القضيه وناخد كل اللي احنا عايزينه، ليه نتنازل؟ يا بنتي احنا خلاص قربنا نوصل للي احنا عايزينه. ريتال وحطت حسن تحت بطها، واختك زينب خلاص هي مدخله مروان القفص. ما فاضلش غيرك يا شهد. هتجوزيني مين بقى ان شاء الله؟ عايزاكي تتجوزي عقل عمك وتسيطري عليه. عارفه يعني ايه تسيطري عليه؟ وانا عارفه ان انت تقدري تعملي كده كويس قوي يا ماما. بس ولا كلمه كاكيماو اللي انا بقوله يتنفس بالحرف الواحد. ما بوظيش الدنيا، انت فاهمه ولا لا؟